ابطال الجيش الحر يقومون بتجهيز المدفع عيار ثقيل لضرب احد الحواجز في درع البلد. الجيش الحر. الله أكبر. الله أكبر. الجيش الحر يقومون باستهداف أحد الحواجز في حي المنشية. الله الله أكبر. استهداف أحد الحواجز في حي المنشية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.